بعض القرارات والمسطره التي نهجت الى غير ذلك عندي فيها نقاش راه بن حليب راه توقف بناء على الفيديو دونك راه عندنا سابقه راه عندنا الوكيل توقف على البسك توقف عام جبران توقف ثلاثه ديال الماتشات ما قام به الحداد راه ماشي معقول ما قام به التكنوتي كان يستوجب توقيفه من المنتخب ومن الفريق الوداد الرياضي لو ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بالمنطق اللي يقول الودادين انا دخلوا في حرب تقلاو خصو كان يتوقف على فريق الوداد الرياضي دوك بلا ما نبقاو نديروا يديروا المزايدات الرجاء الرياضي تدخل في المحنه الماليه وفي محنه الملفات التي كانت عالقه سواء بالاتحاد الدولي او بالطاس وبالتالي ان الامر واضح انا بالنسبه لي كاين مجموعه من الانديه الوطنيه الاخرى اللي كان خصها مجهود من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وما كانش بالمقارنه اللي تعطى الوداد والرجاء وب... وبهذه المناسبه انا كان كنوجه هذا المنبر نداء الفوز للقجاع والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ان تبادر وان تسرع الى انقاذ فريق النادي المكنسي لان مرجعيه تاريخيه ما خصوش من الكره المغربيه ديالنا وبالتالي ان نفس نعطي واحنا غير 1% من الجهد اللي عطيناها الفرق الوداد الرياضي وفرق الرجاء الرياضي الفرق النادي المكناسي وخادك نادي النادي المكناسي راه كاين ناس يحشموا يقولوا راهم ولاد مكناس لانه ما اللي تقول نادي المكناسي ولكن ومع ذلك انا كنطلب من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كمواطن مغربي اه كمحب رياضي كعاشق رياضي أنما ما نبغيش نشوف النادي المكناسي اللي دوزت عندما كانت في كره القدم الوطنيه وضعنا لنا البشاعه هذه قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي